النهارده هنتكلم عن شركات الاموال وانواع شركات الاموال، شركه المساهمه، شركه التوصيه بالاسهم، الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، شركات الاموال على عكس شركات الاشخاص، بمعنى ان الشركاء في شركات الاموال ليسوا مسؤولين مسؤوليه شخصيه وتضامنيه عن ديون الشركه، هم فقط مسؤولين عن ما قدموه من اسهم وحصه في الشركه. كمان يجوز للشريك في شركات الاموال بيع حصته لغير الشركاء، ويكون بيع حصته مقيدا بشروط يتم الاتفاق عليها مع الشركاء عند بدايه تاسيس الشركه. عندنا اول نوع شركه المساهمه. شركه المساهمه هي من اكبر انواع شركات الاموال. ينقسم راس مالها الى اسهم متساويه القيمه، لكل شريك عدد اسهم معينه على حسب نصيبه. ايضا قابليه الاسهم للبيع والشراء في شركه المساهمه. شركه المساهمه تقوم بالمشروعات الاقتصاديه الكبرى، تتميز شركه المساهمه بكبر راس المال مما يطمئن جميع انواع المستثمرين. والحد الادنى لشركة المساهمة في رأس المال هو 250 ألف جنيه كحد أدنى 10%، يتم سداد 25 ألف جنيه مع سداد 15% آخرين خلال 3 أشهر من التأسيس. احنا كده اتكلمنا، عرفنا شركات الأموال واتكلمنا عن مميزات شركة المساهمة. أتمنى أكون فدتكم.